الو، ايوه حاضر والله. انا الزفت اللي اسمه شفيق ده عايزني اقدم له مقاله عن مهندس معماري واقدمها له بكره الصبح. طب هتعمليها؟ اعملي بس يا بنتي، وانا عارفه مهندسين ولا نقاشين حتى. عم شرد، طب انا لو انا بس اقفل لي والله يخليك اقفل لي اقفل بس اقفل. كتكوووو انا عايزه تجي لي عشان المقاله صح الى الكتكوت الهلفوت في البيضه المقدسه. أأمرك أن تطلق الروح الأسيرة في جسد المخلوق وتعلقه بالخيوط وترميه في الأخدود. فاتن حمامة. لا أنا ورايا شغل، مش هبص على بنات ولا هتكلم مع بنات وكل تعليماتك هتتنفذ. قال يعني الراجل ماشي على الصراط المستقيم. حول الله يا رب. أنت ما حد عارف أنت ذكر ولا إزاي؟ مساء الخير. أنا بشكركم على حضوركم النهاردة وأتمنى إني أكون قدرت تفيد المجتمع بمنهج في العمارة اللي بيعتمد على البساطة. أنا كنت بس عايزة أقول اللي يجي على بندروه ما يلومش غير نفسه ويعليا.